الدجاجة الأم تريد بناء منزل من قشر البيض. أولا قم بوضع قشر البيض معا. أغلق الشقوق بالأسمنت. قم بتلوين قشر البيض. ألصق صورا جميلة. قم بتركيب الأبواب. اجعل المنزل أكثر جمالاً بإضافة الزينة التي حصلت عليها للتو. يا له من منزل جميل! لقد أعجبت دجاجة الأم كثيراً. شكراً لك، إليك هدية. لقد حصلت على زينة جديدة. واو! واو! يا لها من بطيخة كبيرة. أريد أن أصنع حمام سباحة من البطيخ الكبير. قالها فرس النهر الصغير. أولا قم بإزالة أوراق الشجر. قم بإعداد أجزاء حمام السباحة. Thank you.
زينتك المفضلة بجوار حمام السباحة. لقد قمت ببناء حمام سباحة جديد. صغير الصغير يحبه. شكرا لك، إليك هدية. لقد حصلت على زينة جديدة. إليك علبة كبيرة. الأخطبوط الصغير يريد أن يصنع منها منزلا. أولاً تخلص من الكعذورات الموجودة على العلبة. اصنع ثقوبا في العلبة. قم بإضافة باب ونافذة. الأجزاء الموجودة تحت سطح البحر. اجعل المنزل أكثر جمالا بإضافة الزينة التي حصلت عليها للتو.